منحنية السواء. منحنى السواء يعني بيمثل خيارات بين السلع ألف والسلع باء، يعني باختصار لو جينا مثلا المجموعة وهنا برتقال وهنا تفاح، الآن المجموعة ألف، المجموعة باء، المجموعة جيم، المجموعة دال، المجموعة هاء. المجموعة ألف إنه يأخذ 10 برتقالات و5 تفاحات، المجموعة باء إنه يأخذ 8 برتقالات و8 تفاحات، هنا 6 برتقالات و13 19 و4 2 و6 و20. الآن المجموعة هنا المعدل الحدي للإحلال. المعدل الحدي للإحلال إنه يتنازل عن وحدات من السلعة ألف مثلاً، تنازل عن وحدات، كم تنازل؟ كانت 10 صارت 8، تنازل عن وحدتين مقابل إنه بده يضيف كم وحدة؟ 3 وحدات. وهنا تنازل عن وحدتين مقابل إنه يضيف 5 وحدات من 8 ل 13، وهنا من 8 ل 4 تنازل عن وحدتين مقابل إنه يضيف 6 وحدات، هنا تنازل عن وحدتين مقابل إنه يضيف 7 وحدات. لو اجينا رسمنا الرسمة، يعني احنا مش كتير مطلوبة البيانات، لكن انا بهمني الرسمة. هذا اسمه منحنى السواء. يعني لو لاحظنا هنا مثلا البرتقال وهنا التفاح، لو رسمنا الرسمة بطريقة صحيحة حيطلع النقاط اللي رسمناهم هذول مثلا 10 أو 5، مثلا 10 برتقال، هاي البرتقال مثلا 10 و5 تفاح، هنا حتطلع مثلا هنلاقيها هنا، والثانية هنا والثالثة هنا، آخر واحدة هنلاقيها مثلا 2 برتقال و26 تفاح، هاي 2 برتقال و26 تفاح. المهم يعني إنه منحنى السواء هذا بيمثل انه جميع النقاط على نفس المنحنى، جميع النقاط على نفس منحنى السواء تعطي نفس الاشباع. الان لو معاه امكانيات اكثر بروح على منحنى سواء اعلى، فمنحنى السواء الاعلى هذا بياخذ اشباع اكثر لانه بيعطيني كميات اكثر من السلعه. هذا مثلا نفترض هنا كان بيعطيني من كميات من السلعات البرتقال وكميات من السلعه التفاح، لكن هنا هذا اعلى بيعطيني كميه اكثر من سلعه البرتقال وبيعطيني كميه اكثر من سلعه التفاح. على كل حال يعني احنا بنقول المنحنى الاعلى يعطي اشباع اكثر والمنحنى المنخفض يعطي اشباع اقل. الان خصائص منحنيات السواء نمرة واحد للأذكر. منحنيات السواء محذبة اتجاه نقطة الأصل، يعني لو اجينا رسمنا هي منحنيات سواء، هي منحنى سواء، هي منحنى سواء، وهي منحنى سواء، هكذا. منحنى السواء محذب اتجاه نقطة الأصل، محذب يعني محذب يعني في تجويسة، هي نقطة الأصل، هي نقطة الأصل ناحيتها يعني في تجويسة. كمان منحنيات السواء لا تتقاطع، ما بتنفع تتقاطع طبعا لأسباب مختلفة مش هنطول في شرحها. منحنيات السواء تنحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين، هاي من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، من اليسار إلى اليمين. منحنيات السواء تملأ خارطة السواء، يعني ممكن تعبي قد ما بدك منحنيات سواء بس إيش ما يتقاطعوش. بس منحنيات السواء لا يمكن ان تتقاطع طبعا لاسباب مختلفه، لانه لو تقاطعت مشكله، لانه احنا بنقول المنحنى الاعلى بيعطي اشباع اكثر. هنا مين المنحنى الاعلى؟ باء، بيعطي اشباع اكثر من باء، من الف هنا، وطبعا بيعطي اشباع اكثر منحنى باء من الف. طب كيف هنا الف بتعطي اشباع اكبر من باء؟ فهنا لا يجوز. تمام. الان في عندي خط الميزانية، خلينا ناخده في فيديو جديد.